السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، اتمنى ان تكونوا في صحة جيدة. في هذا الفيديو كما تشاهدون مباشر، وهنا الارقام لكي لا تقول انني عملت بوز واخترت شخص اخر. يعني كما قلت دائما في المسابقات يكون هناك الشفافية والمصداقية في اختيار اي شخص او اي بنت او ولد، يعني يتم اختياره بالشفافية. لكي لا نطيل ساقوم يعني بوضع الرابط هنا لكي يختار لي تعليق واحد، وهذا التعليق يعني سأخذ الإيميل الخاص به وسأراسله كما اتفقنا في هذا اليوم. فالسحب العشوائي يكون كما قلت في شهر 12 يوم 10/2018، يعني اليوم. فدعنا الآن نقوم باختيار الفائز، وأتمنى أن يكون يعني من نصيبك. فشكرا على يعني المشاركة. فهناك أزيد من 331 تعليق كما نشاهد، هذه كلها تعليقات سأختار منها يعني واحد. أخذ رابط الفيديو هكذا، نعم، ونضعه في هذا المكان، نعم. فالآن يعني سيعطيني شخص واحد والفائز، عفوا هناك شخص يتصل به، نعم. الآن جمع لي 331 كما شاهدتم في الفيديو. سأقوم هنا بالضغط على بيك وينر، الفائز من هو من هو من هو. نعم هذا هو الفائز، خليد سليم. خليد سليم هذا هو الفائز، ومبروك لك يا أخي خليد سليم. سأقوم بنسخ الإيميل وسأضعه في هذا المكان. رسالة دائما كما قلت فهي رسمية، بعدها send. هذا الشخص هو الفائز، نعم. view message لكي نشاهد هل تم إرسال، نعم. فإرسلت له، هذا هو الإيميل الرسمي الخاص بي، وهذا الإيميل الخاص بالفائز. فإرسلت له الرسالة، أنتظر أن يتم الإجابة لكي يعني يعطيني معلوماته الخاصة لكي يعني أرسل له هديته. بالنسبة لمن لم يحالفه الحظ، فأعدكم دائما بالمزيد من المسابقات إن شاء الله، لا تقلق يا أخي الكريم وأختي الكريمة. شكرا لكم على المشاركة، دمتم في أمان الله.